للحديث ينضم معنا عبر الهاتف أم شرف احترام الملكية الفكرية الأستاذ سالم المطيري. صبحك الله بالرضا، أهلا وسهلا. صباح النور، أهلا وسهلا فيك، رحب فيك ورحب في المشاهدين الكرام مشاهدي قناة الإخبارية، أهلا وسهلا فيكم. الله يبقيك وأنا أخوك. يعني كان هناك انتشار حول طبعا تدشين هذه الحملة بين الموردين في مواقع التواصل الاجتماعي، نحتاج المزيد من الإيضاحات، كيف يمكن أن يعتبر الأمر سرقة للملكية الفكرية فيما يتعلق بالتغريدات أو النصوص المكتوبة في مواقع التواصل؟ صحيح، مثل ما تفضلت أستاذي، أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مؤخرا حملتها لا تسرقها، استكمالا لجهود الهيئة في رفع الوعي حيال احترام الملكية الفكرية، أهمية يعني معرفة قيمة الملكيات الفكرية، هو توضيح يعني عدد من الممارسات اللي تعتبر يعني خاطئة على موقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وموقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل خاص. طبعا الحملة تهدف إلى توضيح عدد الممارسات اللي للأمانة يعني نشاهدها يعني نحزن لها صراحة، اللي موجودة في موقع التواصل يعني تويتر، من ضمنها طبعا فيه يعني عدد من أصحاب الحسابات يعني يصير فيه نسخ لبعض التغريدات اللي تحتوي على المصنفات المحمية بموجب أنظمة حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ونظام حماية حق المؤلف بشكل خاص. طبعا نقصد هنا بالمصنفات يعني مصنفات المحمية بنظام حماية حق المؤلف، من ضمنها طبعا الصور، القصائد، المقاطع المرئية والمسموعة، يعني كل هذه محمية بموجب النظام، وإعادة يعني نسخ التغريدات ومحتوياتها يعني بدون أخذ إذن صاحب الحق طبعا هذه تعتبر مخالفة للأنظمة. فالحملة يعني هدفها رفع الوعي ويعني وتخفيف أستاذ سالم، النسخ دون النسب هذه المخالفة، ولا حتى لو نسبتها إلى صاحبها، مثلا كتبت التغريدة وكتب أنها لشخص معين، أو الفيديوهات التي تكون محملة من الحسابات الأصلية وتكون منسوبة هذه الفيديوهات إلى الحسابات الأصلية، هذه تدخل في إطار سرقة المحتوى؟ طيب اسمح لي أستاذي أنه يعني أوضح الآن يعني الفرق بين النسخ والاقتباس او نعم. يعني ما يعتبر مخالف وغير مخالف. طبعا النسخ دائما يعني مرتبط عندنا يعني ارتباط كلي بالاجراءات يعني المخالفه لانظمه الملكيه الفكريه، لانه بالعاده يكون فيه عدم اخذ موافقه صاحب الحق، يوجد ايضا هناك ممارسات من عدم الاشاره لصاحب الحق حتى مع اخذ الموافقه، ايضا اذا كان فيه تعديل، يوجد تعديل على 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 المحتويات المصنف، مثلا الصور مثلا يكون فيه ازاله العلامة المائيه او التوقيع، يعني وهذا يعني اعتداء على صاحب الحق. اما مثلا الاقتباس يعني في حاله اخذ موافقه صاحب الحق ويعني عدم التعديل على 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 المصنف ونسب المصنف له، هذا لا يعني لا يعتبر مخالف ويعتبر يعني قانوني بانظمه الملكيه الفكريه. نعم، حتى لو لم يكن هناك استدانة او موافقه ولكني انسبها للشخص، هذا يعتبر يدخل ضمن الاقتباس او يدخل ضمن سرقه المحتويات؟ لا، استخدام المصنف بدون موافقة صاحب الحق حتى لو أشرنا له يعتبر مخالف للنظم. طيب شكرا لك على هذا الإيضاح، مشرف احترام الملكية الفكرية الأستاذ سالم المطيري، يعطيك العافية. شكرا لكم على تحت الفرصة رفع الوعي حيال احترام الملكية الفكرية، شكرا لكم. الله يحفظك، شكرا لك.